في البداية زي ما حضراتكم متعودين خلونا نروح لموجز لأهم وآخر الأخبار ونبدأ أولى موضوعاتنا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب، كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا. أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بالعاصمة الإدارية اليوم، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة وضعت مخططا طموحا في الوصول بحلول العام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسية والرسوم المقررة والزيادة المحددة، وأيضا الكثافات الطلابية وتدريس المواد القومية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تخالف، وخاصة من تقوم برفع وزيادة المصروفات تخالف المسموح بها. أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيتم وضع شاشات تلفزيونية أمام منافذ حجز تذاكر القطارات بالمحطات توضح المقاعد التي لم يتم حجزها للركوب، وذلك لمنع استغلال الركاب والتسهيل عليهم في حجز التذاكر. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، أطلقت كل من مؤسسة أبو العنين الخيرية ومؤسسة راعي مصر للتنمية أعضاء التحالف الوطني قافلة طبية شاملة تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي مدينة حلوان بالقاهرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما يشهد الغد نشاطا للرياح على بعض المناطق وفرصا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.